على هام زيارة عمل وتفقد قام بها وزير الصناعة الصيدلانية علي عوني ولاية قسنطينة. وبمصنع صيدال تحدث الوزير على أهمية التكوين لإدفاء مردودية على المجهودات المبذولة في صناعة الدواء، كما دعا إلى تحسين استغلال خطوط الإنتاج لمصنع صيدال، وذلك من خلال تعزيز التكوين. seul moyen qui nous reste c'est de reprendre la production dans cette unité la développer prévoyez donc de fabriquer le silo injectable qui est une petite machine de rien du tout pour fabriquer le stylo et pour monter la cartouche dans le stylo. وفيما يخص ملف الاستثمار، أكد الوزير على تقليص آجال دراسة ملفات المستثمرين، واعتبر في هذا السياق أن قانون الاستثمار الجديد سيمكن من التمييز بين المهني والمضاربين واللوبيات التي تعيق تنمية الصناعة الصيدلانية في الجزائر. Donc l'avenir de cette unité n'est pas condamné. Il s'agit rapidement de faire un audit فحص في هذه الوحدة هذه وشوفوا النقائص وإحنا كقطاع كوزارة رانا هنا باش نعاونوك. وألح السيد عون على أهمية الإسراع في خلق صناعة صيدلانية حقيقية تستجيب للاحتياجات الوطنية.